هي عبارة صحيحة 100%. ما نأكل هو حصيلة حياتنا، هي حصيلة صحتنا، هي حصيلة ما نعيشه سواء في اللحظة أو في الماضي أو المستقبل. جميل. أيضا هناك بعض يعني المعلومات أو الدراسات التي تتحدث على أنه الغذاء أيضا يؤثر على النفسية والحالة النفسية والحالة المزاجية. لو تكلمينا أكثر عن تأثير الغذاء السليم والغذاء الصحي على تأثير نفسية الإنسان. طبعا الغذاء بدوره له تأثير مباشر على الصحة النفسية، وقد تداخل الغذاء كثيرا مع الحالة النفسية، دخول الإنسان في حالة اكتئاب، عدم قدرته على النوم، المشاعر والأحاسيس اللي هي ممكن تجي فجأة. طبعا الأغذية اللي هي تحتوي على عادة على تريبتوفان اللي هو الأحماض حمض أميني، وهو حمض أميني أساسي لا يستطيع الإنسان أن يكونه، لكن لابد الحصول عليه من الغذاء. ففي هذه الحالة لابد أني أرفع مستويات السيرتونين وهو هرمون السعادة، أيضا نرفع هرمون أيضا الدوبامين، أيضا في بركة مركبات اللي هي خاصة بالنواقل العصبية المتكونة. المسميات ممكن تكون يعني ما هي في ذيك السهولة على المشاهد. لو توضحي لي أكثر من وين بالضبط، مثلا من الفواكه أو من الخضروات أو من أي مأكولات ممكن أحصل مثلا على الحمض الأميني كما ذكرتي أو غيره. الحمض الأميني تريبتوفان موجود في أطعمة متوفرة كثيرة في الطبيعة، ومن أهمها اللي هي الألبان ومنتجاتها، وفي اللحوم فول الصويا أيضا موجود في البذور، وهو حمض أميني لا يستطيع جسم الإنسان تكوينه، لكن ممكن أحصل عليه عن طريق الغذاء. فهو يرفع مستويات السيرتونين وبالتالي يشعر الإنسان اللي هو بالسعادة. مصادر أيضا الشوكولات اللي هو الشوكولاتة الداكنة اللي هي غير مضاف لها الحليب أو مضاف لها السكر، طبعا تعتبر مصادر برضو مصادر عالية ترفع هرمون السعادة اللي هو السيرتونين. وبالتالي طبعا كل ما الإنسان شعر بالسعادة، كل ما شعر بالإنجاز، كل ما شعر بالرضا والقناعة في حياته. جيد، هذه التأثيرات على الصحة النفسية وأيضا المكونات الأساسية لها. ننتقل الآن على الصحة الجسدية، الشكل والهيئة أيضا تأثيرات الغذاء عليها، قبل ما ننتقل إلى تأثيرات الغذاء على الصحة العامة وصحة الأعضاء. كيف أبدو من الخارج بشكل جيد وأسهمات الغذاء بذلك؟ طبعا الغذاء له دور إيجابي وله دور سلبي، أو دور هادم وله دور بناء. من حيث إيش؟ أولا الغذاء يؤثر تأثير مباشر على إصابة الإنسان ممكن بالمرض، وخاصة الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم، السكري، أمراض القلب وتصلب الشرايين، وله دور كبير جدا أيضا في علاج بعض الأمراض. فممكن بالعلاج نتعالج عن طريق الغذاء، وممكن ممكن نخفف بعض الأعراض المصاحبة للأمراض عن طريق أيضا الطعام والغذاء. جميل. في أيضا بعض المأكولات أو نبغى منك يعني زي ما تقولي دكتورة استشارة سريعة للناس اللي عندهم مثلا أمراض القلب، الكوليسترول المرتفع، السكري، لو استشارة سريعة إيش المأكولات اللي هي مناسبة لهم على مدار اليوم، والمأكولات اللي قد ما يقدروا لازم يبتعدوا عنها؟ طبعا أمراض القلب أو تصلب الشرايين أول يعني استشارة مفروض أو نصيحة أو توصية نوصيها لهؤلاء المرضى هو الابتعاد عن الدهون، وخاصة الدهون المشبعة. التزام طبعا بالغذاء اللي هو من منتجات بروتينية، الدهون الغير مشبعة الخفيفة، فول الصويا، الأطعمة اللي هي بعيدة عن الدهون أو الدسم الغالي، وهذا كله قد تؤثر تأثير مباشر على خفض من المضاعفات، أو لا قدر الله إذا في حالة ارتفاع في ضغط الدم اللي هو الأملاح،
زيادة اللي هي منتجات الألبان طبعا مفيدة جدا. فنحاول قد ما نقدر نبتعد عن الدهون وخاصة الدهون المشبعة، الأغذية السريعة، الفاست فود، الجنك فود، الأشياء اللي هي تعتبر فارغة. طبعا هذه طبعا من اللي هي الأغذية المفروض ان احنا نتجنبها تجنب كثير، يعني في الناس المصابين بأمراض القلب او تصلب الشرايين او ارتفاع ضغط الدم. واتوقع انه هو المفروض يكون نمط حياة او لايف ستايل طبعا، لانه نعتمد على قد ما نقدر على الكربوهيدرات كمصدر للطاقة، والبروتين كمصدر للنمو والصيانة، إلى جانب الدهون مصدر للطاقة ولكن لا يكون اللي هو المصدر الأساسي اللي نحن نأخذ منه.